أفتى الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين كون العمل من الإيمان وبين قول إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان وإن لم يعمل؟ والعلماء الذين يقولون بهذا القول هل هم من أهل السنة؟ أنت أجبت في سؤالك، تقول يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خرد من إيمان، هذا مؤمن، هذا مؤمن، لكنه ضعيف، ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، عذبه الله في النار ثم أخرجه منها، هذا ما فيه إشكال، الحديث هذا ما فيه إشكال، وهذا يشهد لنا أن المؤمن يكون ناقص الإيمان وأنه يستحق العذاب إلا إن شاء الله غفر له. نعم.